بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أعنا على الاتحاد وألهمنا محبتك بالتمام والكمال يا محب لأهل الإحسان. يا أيها الناس، هذا تو الخطاب لنسكم، وين هم تو الناس هذوما؟ هل وصل لهم الخطاب هذا عن طريق الإلهام ولا عن طريق التعريب بالقرآن ولا التعريب برسول الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أبوان عليه السلام، وجعلناكم شعوبا وقبائل. Dieu vous a créé et constitué, vous a constitué en peuple et en شعوب وقبائل لتعارفوا. باش تتعارفوا، احنا التعارف احنا من اخلاق، احنا كي الناس عرفتنا عن طريق التجار المؤمن حقيقة حق الإيمان، كما تقول أنت جلبت في طبيعتنا المغايرة لهم دماثة وتسامح وحنان ورفق، والإنسان عنده مشاركة وجدانية مع غيره، خاصة اللي أفقر منه، اللي ربما هو مريض، الآخر مريض والآخر صحيح، يوريه اللي يكون يحن اللي يفكر في تخفيف البؤس عليه والمجر، ويطعمه ويسقيه بسم الله الكريم. يقول يتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اليوم من يتعارفوا أنا هو الأغنى، وأنا هو الأكثر صيت عالمي، وأنا هو الأكثر كما تقولت من خبرة في الإلكترونيات وفي الجوجلسة وفي القوة، فرض القوة من المتغطرسة كما بني صهيون اليوم في كل مكان. القوة تحبها هك طيبة، ولا تحبها قوة شديدة، أما مخملية وإلا كما تقول أنت مفنية، نسأل الله السلامة. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وإن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله تعالى نكمل السورة الكريمة، والسلام على أهل السلام.